السلام عليكم، راح نبلش شرح شابتر 11 مادة ستيل. شابتر 11 هو فعليا آخر شابتر بالمادة. الشابتر بحكي لي عن البندنج اند اكسيال فورس، مثل ما تعلمنا بشابتر 3 و4 و5 و6 عن الاكسيال فورس اللي هو سواء تنشن او كومبريشن، وتعلمنا بشابتر 8 و9 و10 فعليا البندنج. هسه هون احنا راح نتعلم البندنج والاكسيال لما يكونوا سوا. وهذا مثال بسيط عليه اللي هو لما نكون بعمارة. عمارة بحدث عليها بندنج بحدث عليها اكسيال. انا هون شو اللي بدي اعمله هسه او شو بدي اسوي هسه؟ بحكي لي في عندي اكثر من اشي. اول اشي انه يكون المنبر متعرض ل بندنج اند اكسيال تنشن، يعني تنشن. هسه بشكل عام مين يكون افضل؟ يكون افضل يكون في على الجسم تنشن ولا كومبرسن؟ كومبريشن. راح اقول لك تنشن. هتقول لي ليش؟ اقول لك لانه الجسم بعد الاستطاله يكون مثلا زي هيك، نرسمها بالقلم الثاني، مثلا بتقعر زي هيك. تمام. فانا لو ضفت عليه قوه تنشن هو بشد معي وبرجع مستقيم او بحاول يوصل للاستطاله. اما لو كومبريشن برجع ينضغط وبتزيد الاستطاله. انا دائما بحاول انه يكون عندي المنبر يكون تنشن مع بندنج، بس ما في، للاسف ما في هيك بالواقع. احنا لما يكون عندنا كولوم او هاي، احنا راح نحتاج كومبريشن فورس. هسه في عندي بالمانيوال بشابتر اتش في عندي معادلتين اللي هي H1A و H1B. تمام، H1B و H1A. هسه هذول المعادلتين بالخصولي فعليا تحتر كيفين شابتر كامل. انا هذا الشابتر هدف منه هو الشابتر كبير، بس احنا ما راح ناخذ الا سكشن او سكشنين. الشابتر بحكي لي لو انا عملت نسبه بين الاشي المعرض على الجسم او اللود المعرض على الجسم على الكباسيتي للسكشن. كيف يعني؟ يعني لو انا قال لي في عندي انا ديد لود وعندي مثلا ليف لود، راح اطلع انا بي التيميت مثلا، وهي اللي بسميها هون بي ار. زي ما اقول لك الكباسيتي للسكشن شو هاي؟ بكل بساطه بقدر اقول لك اللي جبتها شابتر 3 4 5 6 7 8. بس تمام. البي سي هاي اللي انت جبتها من 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 حسب. انت مثلا تنشن ممبر بقول لك شابتر 3، بقول لك شابتر 4 كان ديزاين مساك منه، شابتر 5 كان اناليسيز للكومبريشن ممبر، بدي اجيب مثلا كولوم بدي اخذ البي سي للكولوم، وهكذا البي سي للكولوم اللي هي فاي. البي سي فعليا بشكل عام فاي بي ان، سواء كومبريشن مثلا او تنشن. تمام. هذا الشيء اللي تبدي تتعلمه. البي ال كيف توجد البي التيميت وكيف توجد الكباسيتي. الكباسيتي احنا ماخذينها من الجوابات اللي قبل، والالتيميت برضه ماخذينه من الجوابات اللي قبل. علي اني اقسمهم مع بعض. اذا قسمتهم على بعض طلعت بوينت او اكبر، اطبق هاي المعادله. واذا طبقته وطلعت اقل من بوينت 2 راح اطبق هاي المعادله. هذول بسموهم interaction equation. interaction equation فبالامتحان طبعا هذا لازم يكون اقل من واحد. اذا طلع معي اكبر من واحد معناته السكشن عندي فاشل، ما بتحمل. ليش؟ لانه يعني هي نسبه اللود المعرض على اللود اللي بده يتحمله. اذا اللود المعرض اكبر من اللود اللي بده يتحمله معناته السكشن فشل، راح يصير رو فيلر. اما اذا كان اقل معناته السكشن كويس. بس ناخذ ملاحظه، هو بحكي لي واحد. تمام، واحد فرضا طلع معي 0.98 بقول لك هذا كويس ممتاز، 0.9 بقول لك كويس، طلعت معي 0.5 يعني حاصل جمع هذول مع بعض هو 0.5 بقول لك لا مش كويس. ليش؟ لانه معرض عليه لود 100 مثلا، بس هو قاعد بتحمل 500، فانا ليش اللود كثير كبير، اللود كثير كبير.
فأنا بحاول إنه يكون الإيجاف قريب من الواحد بس ما يتجاوز الواحد. طيب البي آر قلنا هي نفس البي ألتيميت اللي البي ليف البي ديد، والبي سي الفاي بي أنا اللي جبتها من التباتر الماضية حسب شو عندي أنا، حسب شو الحالة اللي عندي وبحلها. في هولز ما في هولز، في باكلينج ما في باكلينج، لوكال باكلينج ستيفند أن ستيفند. طيب الأم آر إكس اللي هو الأعلى لود معرض، يعني أم أم ديد على الإكس وأم على X، والأم R Y نفس الإشي بس على Y. طيب والأم C X والأم C Y، الأم C X والأم C X أم C Y هي الفاي أم N اللي هو حسب دي أنا زون 1. نشوف كل شيء ما نجيبه من التباتر اللي قبل. زون 1 بقول لك مثلا هي فاي في F Y في Z مثلا. طب زون 2 بتطبق معادلة الزون الثاني. طب زون 3 بتطبق معادلة زون 3. فبالتالي الام ار اكس هي اللود المعرض، والام سي اكس والام سي واي هي الكباسيتي. طبعا الكباسيتي على الاكس الكباسيتي على الواي، يعني هون مثلا باخذ اف واي في زد واي، هون باخذ اف واي في زد اكس، وهكذا يعني حسب شو السكشن. يعني انا ما بدي احسب الباكلينج للكولوم مثلا، الباكلينج للكولوم باخذ الكريتيكال، بس المقصود ان هون لما اخذ ام سي واي وام سي اكس بدي اعرف اي اخذ اي انرجي، اخذ الانرجي على الاكس ولا اخذ الانرجي على الواي، اذا مشان الاس اكس والاس واي وسوالف الزون 1 والزون 2. طب الام ار اكس ايش هي؟ احنا قلنا الام التيميت. هسه لو كان عندي من عماره اخذ ار سي 2 بيعرف هالشيء، كنا نتعلم شيء اسمه مومنت سيجنيفيكيشن، مومنت سيجنيفيكيشن فاكتور. هذا إشي راح نتعلمه هسه نهايه الشابتر. مومنت سيجنيفيكيشن فاكتور هذا قيمه اكبر من واحد بضربها بالام التيميت وبصمم عليه. فبالتالي لما انا اجي احل كان عندي جواب نهايه الشابتر جزء من عماره مثلا، بدي اقول لك لما بدي احسب الماجنيفيكيشن فاكتور او احسب المومنت ماجنيفيكيشن بدي احطه مع الام ار اكس مش مع الام سي اكس. تمام، هذا بعد بتفهموا اخر شيء. انا هذول عندي المعادلتين، اول شيء بفحص مين اكبر من بوينت 2 من اقل من بوينت 2 وبطبق هاي المعادله، بطبق هاي المعادله لازم يكون اقل من واحد، حاصل الحد اليسار اقل من واحد. طبعا في عندي اكزامبل، عندي اكزامبل بيقول لي 50 كي اس اي دبليو 12 ب 40 تنشن ممبر وذ نو هولز. لما يكون عندي تنشن ممبر وذ نو هولز يعني بكل بساطه اللي اليلدينج هو نفس الرابتشر، يعني اللي هو اليلدينج هو الكنترول، اليلدينج هو الكنترول لانه هو اللي بيعطيني اي اقل، انه الاف واي اقل من اف يو. احنا لما كنا نحسب ناخذ اللود الاقل اليلدنج اقل من الرابتر، الرابتر 3 شايفين انه احنا قاعدين بنرجع لتابتر 3. اما لو في هولز انا لا بدي ارجع لتابتر 3 واشوف من الاريا الاقل واحل. فانت لما بدك تحسب على تابتر 11 انت ممكن يجيك سؤال على تابتر 13 شامل الماده كامله، قال لك 12 ب 40 تنشن ممبر وذ نو هولز. فانا شو بعمل مع الحديد 50 ومع الاريا جروس بجيبها من المانيوال اضربهم ببعض بطلع ايش؟ بطلع البي سي. طبعا ايش بضربها بال 5.1 وإذا كان رابتر 0.75 وإذا أكسل لود بيدت كذا بيدت كذا، فبأخذ الألتيميت وقال المومنت هو أم دي واي كذا وأم ليف واي كذا. أعطاني سيرة الإكس قال لي لا، بالتالي بما أنه ما أعطاني سيرة الإكس معناها الأم سي إكس على الأم آر إكس على أم سي إكس بتساوي زيرو، فبضل عندي الواي. أنا بطلع الأم ألتيميت للواي هي فبتكون هي أم آر واي. شو بضل علي؟ بضل علي اطلع الكباسيتي للمومنت. الكباسيتي للمومنت هو قال لي الممبر ال بي اقل من ال بي. شو يعني؟ يعني زون 1 زون 1 زون 1 شو بعمل انا؟ اف واي في اف زد في زد واي. ليش مش زد اكس؟ لانه انا قال لي المومنت على الواي، المومنت على الواي. تمام، اول شيء البي التيميت هيها، وطلع الام التيميت للواي هيها، والكاباسيتي للود هي الاريا جروس في اف واي في كذا، الاريا جروس من المانيوال، والام سي واي
الـ MCY يقول لك في الـ 0.9 ضرب الـ MPY مش MPX. MPX كنا نجيبها من تيبل 3-1، MPY بتجيبها من تيبل 3-4، أو أنت بتطلع الـ ZY وبتحسب بالتالي طبق معادلة الـ Interaction Equation، طلعت معي أقل من 0.2 فراح أطبق المعادلة هاي. لما يكون عندي أقل من 0.2 بطبق المعادلة الثانية. انتبه انه هي مش نفسها، لا هون في 2 هون في 8.9 هون في 10.9، طبقها طلعت مع 0.899 اقل من 1 معناها اوكي تمام. شوف مثال W10 ب 30 تنسايل منبر with no holes يعني برضه تنشي المنبر ما في holes، معناها الاريا الييلدينج هو الكونترول. قال لي 50 KSI حديد 50 LB 12، LB 12 هو الطول غير مدعم. قال لي الأكسيال لود الأكسيال سيرفيس لود BD 30 والبيلف 50، وقال لي MDX كذا والMLX كذا، يعتبر CB 1. إذا هسه الممبر ساتسفاكتوري ولا لا، يعني تصميمه كويس ولا لا، يعني interaction equation له أكبر من واحد ولا لا. هسه 110 ب30 بطلع LP وبشوف إذا أقل أو أكبر مش هنعرف بأي زون أي شيء. هاي خصائص W10-30 جابهم من المانيوال، الأريا جروس إلو كذا مش هنطلع إيش الـ PC بتساوي 0.9 ضرب 8.84 ضرب الـ FY اللي هي 50 تمام. فهي طلعت الـ PC الLP 4.8 والLR 16 هو 12، معناته هذا بالزون 2. الزون 2 برا معادلة الزون 2 بطلع هسه هذا ايش على الإكس، بطلع 5PX وبطلع BF عشان معادلة الزون 2. يعني تدرس شابتر 11 لازم ترجع على كل الشابتر الماضي وتتمكن منهم. والسي بي فرضها 1، فهي طلعت البي ألتيميت وطلعت الأم ألتيميت بي نومينال هيها. الام سي اكس بطبق معادلة الزون 2 وهاي طلعت أكبر من 0.2 فبطبق المعادلة الأولى طلعت معي أكبر من 1 معناها not good يعني مش كويس section مش كويس تمام. هسا السكشن اللي بعده بيقول لي هو خلص هو فعليا هذا نهاية المادة راح يكون. قال لي first order and second order moment for member subject to axial compression and bending. يعني عندي أنا إشي اسمه first order مومنت. فيرست اوردر مومنت هو المومنت ويش مومنت السكشن مثلا، هو المومنت الاصلي. المومنت الاصلي شو يعني المومنت الاصلي؟ هو المومنت اللي مثلا جاي على الجسم هذا المومنت. طب شو السكند اوردر مومنت؟ السكند اوردر مومنت هو المومنت فروم، او بدي اكتبها بالعربي، المومنت اللي من الإزاحة ومن الديفليكشن، المومنت اللي من الإزاحة تمام فشو بحكي لي؟ بحكي لي هسه المومنت السكند أوردر هو البي في دلتا، وإحنا هاد بي في دلتا عارفينه من أيام المواد السابقة أو من الباكلينج يعني من شابتر 5 تمام. فهسا بحكي لي في هون مقارنة بين الفريم إذا كان في عندي سايد سوي أو ما عندي سايد سوي. هسا هذا بقول لك braced against سايد سوي، يعني هذا مثبت. الام ار هي ام ان تي يعني no translation زائد بي ان تي في اس. هسا اس هذا قلنا هو الماجنيفيكيشن فاكتور، قلت لكم عنه أول إشي. هسا مشان أسهل على حالي، هاي كاملة اختصرها بإشي اسمه B1 في MR تمام. B1 في MR، B1 هسا نتعلمه، و MR هو الـ M Ultimate أحسن ما يعني. فهاي الـ M No Transition ممكن ما أعرف أجيبها، ممكن ما تكون معي سهلة. أنا بجيب الـ MR وبضربها B1 أموري بشي. أي إشي في سايد سوي مش داخل، فإحنا مطلوب منا بس للبريس اجينست سايد سوي يعني نو سايد سوي. انا فعليا الام ار بدها تساوي بعد التهاي بي 1 في ام نو ترانزليشن اللي هو اللي جاي من نو سايد سوي
north side زائد b2 في m translation اللي هذا جاي من side سوي. احنا الستيل الفصل الفصل بشكل عام وما بدخل يعني زيرو. بضل عندي هذا m no translation المومنت اللي بالسؤال او الام ultimate يعني. والبي 1 هسه بدنا نتعلمه اتوقع هون هذا تي بي مشان ستيفنس ريدكشن اخذناه قبل هيك. تمام خلني افتح على المانيوال. شوف المانيوال بحتاجه هذا اللي انا حكيته قبل شوي. هو هاي الماجنيفيكيشن فاكتور. الماجنيفيكيشن فاكتور اللي هو بي 1 حكينا عنه هو سي ام على 1 ناقص الفا بي ار على بي اي 1. هسه سي ام هسه بدنا نتعلمه طبعا اللي اخذ ار سي 2 هذا الاشي ما عارفه. الالفا هي 1 لانه الار اف تي اخذناها قبل هيك. البي ار اللي هي بي التيميت. طيب شو البي اويلر 1؟ البي اويلر 1 اللي هي الباكلينج لود اي اي على كي ال تربيع. ف البي ار بي ار هي البي التيميت متفقين عليها. البي اويلر 1 هي اي اي على كي 1 ال تربيع. ال1 انسانه منها كلمه 1. الكي عارفين شو الكي درس الجبهات اللي قبل. ال عارفين شو ال ال اي عارفين شو هي ال اي حطك عليها نجمه. شو يعني ال اي نجمه؟ اذا انا احسب الماجنيفيكيشن فاكتور الاكس يعني ام اكس ام ار اكس يعني باخذ الاي اكس. اما اذا بحسب ام ار واي بحسب على الواي باخذ اي واي. فهي اهم تريك ممكن تتعلمه انه الاويلر لود اللي بدي احطه هون يعتمد على الانيرشيا. الانيرشيا على اي انيرشيا حسب على الاكس او على الواي حسب شو المومنت. والكي برضو الكي 1 باخذ على الاكس ولا باخذ على الواي. هسه بضل عندي السي ام. السي ام يعني راح ننزل له بس هذا الشيء مش داخل لانه بيعتمد على اشياء ثانيه. السي ام هذا السي ام بقول لك السي ام اكبر قيمه له 1. اكبر قيمه له 1. السي ام هاي قانونه 0.6 ناقص 0.4 في ام 1 على ام 2 على ام على ام 1 على ام 2. هسه ام 1 على ام 2 عباره عن نسبه المومنت الكبير المومنت الصغير على المومنت الكبير. المومنت الصغير على المومنت الكبير يعني دائما ممكن يجي يعطيني بالسؤال ام 1 تساوي 100 ام 2 تساوي 50. انت شو بتعمل؟ 50 على 100 يعني الرمز اللي هون ما بهمني. ام 1 باخذ ام 1 الصغير دائما وام 2 الكبير يعني دائما ما بهمني شو الام 1 وشو الام 2. بهمني انا مين الصغير ومين الكبير وبحطهم الصغير على الكبير. هاي ratio the smaller moment to the larger moment. هسا عندي ممكن تكون اشارتهم موجبة ممكن تكون اشارتهم سالبة. متى بكونوا سالبات؟ لما يكون عندي single curvature. متى بكونوا موجبات؟ لما يكون positive double curvature. double positive والsingle negative. فبالتالي CM 0.6 ناقص 0.4 في M1 على M2. M1 على M2 معطيات الصغير على كبير. الإشارة سالبة يعني بحطهم إشارة سالبة وهي سالبة لما يكون single ودبل يعني تظل الإشارة الأصلية سالبة لما يكون. شوف إذا في صورة للدبل والسنجل. هاي الدبل والسنجل مثل هذا دبل كيرفتشر يعني الرأس المومنت هذا رأس المومنت هذا أو المومنتين نفس الإشارة يعني مع أقارب الساعة. يعني لو الاثنين مثلا عكس أقارب الساعة بصير عندي دبل كيرفتشر. أما لو كانوا الاثنين مثلا واحد مع أقارب الساعة واحد عكس أقارب الساعة بيكون سنجل. يمكن يرسم لي رسم عادي يمكن يرسم لي رسم. تمام فهسه في عندي حالات للسي ام
كان في عندي رياضة عرضي، هسه هاي السي ام بتكون متى؟ لما ما يكونش عندي رياضة عرضي، لما يكون عندي عادي خلص بيم وعليه لود هيك مثلا او كروم، يعني كروم زي هيك، فما في رياضات عرضية فخلص ما بحط شيء. البي اويلر 1 حكينا عنه، هسه لو كان عندي لود عرضي، لو كان عندي لود عرضي شو بعمل انا؟ بطبق حسب الحالات اللي عندي، حسب الكيسز اللي عندي. كان عندي مثلا هذا كولوم عليه بي التيمت زي هيك، عليه بي التيمت زي هيك، ولكن في على جنب موزع، شو بتكون قانون السي ام؟ بيكون قانون السي ام واحد، خلص مباشرة اخذ السي ام واحد. طيب لو كان فيكست مثلا، وهذا كان بن بن، يعني اذا هذا فيكست وهذا بن، عندي لود جانبي بيكون سي ام واحد ناقص فور بي ار على بي اي 1 الفا اللي هي واحد. نمسك من الابتدائي ناخذ هذا القانون جاهز، باخذ قانون السي ام جاهز. يعني بدل ما تحكي 0.6 ناقص 0.4 في ام 1 عام 2، غير القانون بطبق واحد من هذول حسب في الكيس اللي عندك، الكيس اللي عندك بطبق القوانين، بطبق القوانين. غالبا هيك ما ظل كثير بكثر، ظل أمثلة تطبيق أمثلة، بعرف إذا في أمثلة هون. هاي example للسي أم، يعني لو كان عندي بس مومنت فبحكي هذول المومنتين الاثنين عكس بعض، يعني واحد عكس أقارب الساعة واحد مع أقارب الساعة، يعني إيش؟ يعني single، يعني single. لما يكون الاثنين اتجاههم عكس بعض فبيكون single، بعوض سالب. إيش بعمل؟ بحكي 40 على 50 سالب، لما اطلع معي 0.92 تمام. هذا الاثنين نفس الاتجاهين، الاثنين مع اقارب الساعه، فبعوض الام 1 على ام 2 موجبات بتطلع معي 0.3. هسه هون كان عندي فيكست ولكن عندي لود جانبي، انا ايش بعمل؟ لازم اطلع البي التيميت، لازم اطلع الاويلر باكلينج. طبعا هذا على اكس، فاللود على اكس، فباخذ اي اكس وبطبق هاي المعادلة هي فيكس ناقص 1.4 ال بي 1 اللي هي اللود الباكلينج لود. لو كان عندي هيك فيكس فري بطبق معادلة الفيكس فري، وهكذا. يعني هاي اكزامبل عادية. هسه هذا الاشي سكشن بيم كولوم اون بيست فريم، واللي هو كامل، يعني المثال تصميمي كامل من اول المادة، يعني اول المادة. خلينا نشوف مثال دبليو 12 فيت، يعني 12 فيت دبليو 12 ب 96 سكشن المانيوال 96 50 كي اس اي ستيل از يوزد از ا بيم كولوم اون بيست فريم. حكينا دائما بيست فريم معنا نون بريست اكسبنت ان سنجل كيرفيتر، سنجل كيرفيتر يعني ام 1 لام 2 سالب ايكوال اند اوبوزيت اند مومنت. يعني هو بكل بساطه لو حكى لي، ما حكى لي انهم متعاكسات بعرف انهم سنجل، تمام، ما بعرف انهم. لو حكى لي انهم متعاكسات هو حكى لي انه سنجل، لو ما جاب لي سيره سنجل من كلمه اوبوزيت عرفت انه سنجل، تمام، عرفت انه بعوض سالب. equal equal and opposite يعني الاثنين متساويات، يعني ام 1 على ام 2 تساوي سالب 1. ليش؟ لانه opposite single. it's not subjected to intermediate transfer sort، يعني ما في عندي لود جانبي. اذا البيت كذا والبيت الليف كذا والام دي اكس كذا والام ال اكس كذا، شوف هذا السكشن كويس ولا لا، يعني استعمل interaction equation، تمام. طب ليش انا هو بس بيقول لي افحص السكشن؟ لما اعوض ام ار اكس لازم اضربها بالبي 1، هاي كل تريك، هاي كل تريك. بالتالي البي التيميت هيو والام التيميت هيو، هسه بريست فريم صمم على اسوء حاله اللي هي كي 1، كي ال اكس كي ال واي هي 12 فيت، ال 12 بدي رحت على المانيوال قيمتها 1008، البي ار اللي هي 690
هي البي التيميت نفسها انساك من هاي المعادله لانه انا ما عندي شو اسمه سوي. فالبي ار على بي سي هي اكبر بوينت 2 فبطبق المعادله الاولى. بس قبل ما اطبق المعادله الاولى لما بدي اعوض ام ار اكس لازم اضربه في البي 1 فبروح اطلع بي 1 اذا طلع بي 1 بدي اطبق سي ام على الاكس 0.6 0.4 في ام 1 على ام 2 أمون على أم 2 بساوي سالف 1 2 فأنا سنجل كابيتر و إيكوال أوكي تطلع مع قيمتها 1 تطلع مع قيمتها 1 فالبي إي إكس أشوف لاحظ أخذ آي إكس وعاد طبق معادلات أويلر وعوض شايفتين قلنا البي إكس لازم أكبر من 1 بس السي أم مش أكبر من 1 البي غير عن سي أم فالأم آر إكس هي بي 1 إكس في أم ألتيميت وكونه ال بي 12 وانا من المانيوال جبت انه هاي 10 فهذا من الزون 2 فبطبق معادله الزون 2 عشان الكاباسيتي اقل من 1 في السكشن كويس. ملخص الخطوات بدك ترجع للتباتر اللي قبل وتطلع الكاباسيتيات كاملات خلصتهم بضل الالتيميت. اذا عندي فريم كولوم فريم بيم كولوم شو بدي اعمل؟ بطلع الماجنيفيكيشن فاكتور. ما عندي بيم كولوم ما بطبق الماجنيفيكيشن فاكتور. هسه ممكن معادلات الانتر اكشن ايكويشن معادلات الانتر اكشن ايكويشن ابدلهم بهذا الاشي بسموها modified انتر اكشن ايكويشن. بدل ما احكي مثلا بي ار على بي سي بدل ما احكي ام ار اكس على ام سي اكس ام ار واي على ام سي واي بقول لك الواحد على ام سي اكس ببدلها بفاكتور اسمه بي وواحد على بي سي قصدي واحد على ام ام سي اكس بسميها بي اكس واحد على بي واي هي بتكون الام بي واي. فبالتالي هذول شو بتعمل؟ هذول بقول لك بجيب لك اياهم من المانيوال هذول بتجيبهم من المانيوال بس يعني هو مش كثير مهم يعني بقول لك هون سأعيد المثال اللي قبل بس باستعمال القيم باستعمال القيم ايش؟ باستعمال معادلات الموديفايد البي ألتيميت هي نفسها والأم آر إكس هي نفسها بعد التضخيم بس إيش كونه السكشن يتحجب 96 فالبي والبي إكس والبي واي من تيبل 6-1 تروح 6-1 بتجيبهم فبتطبق المعادلة هاي فبطلع معك نفس القيمة تقريبا تشوف 0.931 0.929. فأنا بالامتحان ممكن أطبق المعدلة ممكن ما أطبقها حسب أنت شو بتحب. تمام إذا في أمثلة ثانية نفس الإشي مثال بس هذا في كل إشي يعني في أم ال X وأم ال Y يعني في عندي على X وعلى Y فشو بعمل أنا؟ أول إشي بدي أخذ كل خصائص السكشن 14 ب120 بطلع Area Gross مثلا إيش؟ يعني الكاباسيتي الاي كذا الاي اكس كذا الاي واي كذا الزد اكس كذا والزد واي كذا ال بي كذا والال ار كذا والبي اف كذا يعني تطاك يعني كلياتهم. البي التيميت هو عادي ال 1.2 في ال 1.6 هاي شوف الام على اكس والام على واي هذا مش الام ار. ليش مش الام ار؟ لانه لازم اضربه بي 1 اكس وبي 1 واي فبي 1 اكس لسه ما طلعت اذا طلعها وبي 1 واي لسه ما طلعت. البيست فريم كله مصمم مع اسوء حال اللي هي 1 البي سي من المانيوال كونو كولوم طبعا بتعرف شغله واحده كونو يقول لك بيم كولوم مباشره البي سي خلص بتروح تلجا لشابتر 5 تمام هاي بدك تتعلمها انه ما في عندي هون تنشن ممبر بي ار على بي سي 1370 سي ام اكس هي كذا على بي 1 اكس بعدين الام ار اكس طلعوا كذا بعدين راح على الواي طبق الواي وبتخلص راح على التيبل مشان المعادلات هاي مع انه انا بقدر ما اطلعهم حلهم طلع مع السكشن كثير شوي يعني بقول لك السكشن هو كويس بس هو كثير مصمم على لود عالي لود عالي. هيك الشابتر تقريبا انتهى او انتهى فعليا. هذا ممكن نفس السؤال سنجل كابيتر هذا نفس السؤال لكنه كان مطلب
بطريقه ثانيه. بتوما بناش اياها مثل ما قلنا. هو طبق معادله ثانيه. ما بتقدر تحله ويطلع معك نفس الجواب. تمام، هيك تقريبا خلص الشابتر. ما في اي شيء، بس بدي تتعلم شغله انه لما تطلع البي سي مثلا زي هون هذا بيم كولوم، لما تطلع البي سي هاي مش شرط انها 1080، ممكن يكون في عندي لوكال باكلينج. تشيك على هذا الاشي، ما تنسى تشيك على اللوكال باكلينج. في سؤال ما بعرف وين شفته انا انه السؤال حلو بجوز 5 صفحات. السؤال كان مثلا اطلع البي سي لحالها في لوكال باكلينج كيو اس كيو اي، تحل السوالف هاي كلها ترسيتي كامل يعني. وهيك انتهت المادة. أعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله اللي حضر فيديوهات كاملة يعطيني فيدباك أو على الكومنتات على القناة أو على الخاص على الماسنجر على الفيسبوك. بحب أرى الفيدباك، خاصة كمواد زي هيك صعبة أو طويلة أو طلاب يشكي منها. أتمنى إنه أسمع رأيكم. يعطيكم ألف عافية.